أدخل لاعب رقم 19 ستانلي في أول لمس له للكرة. ستانلي رواني، ستانلي ينقلها بالعرض ناحية رواني، تم لعب الكرة ناحية زعبية، زعبية يوهان، ويتدخل المدافع السوا. تعود الكرة ناحية جوميز الأحمدي، ستانلي كيف لعب الكرة، لعبها بشكل حلو، التفت ولكن غادرت أرض الملعب. تعود الكرة ناحية يوهان، يوهان ينقلها لاعب رقم 18 ناجي، بالخطأ يلعب الكرة، تعود من ساو، يتدخل الأحمدي، استنى، تعود تعود الكرة ناحية الخطروشي، خطروشي وليد، وليد ناحية سالم الرواني، سالم الرواني، ستانلي عب يونس الكرة، لكن الحمادي، وهذه المقصية من اللاعب محمد زعبية. ستانلي ينقل الكرة ناحية يوهان، يوهان مر بشكل جميل، يوهان لاعب سريع ينتظر المساند، يلعب الكره بالعرض، من يقابل؟ تجد المدافع، ما فيش حد يتابع، فرصه تعود، ممكن ممكن ممكن، الله والله شعلها صناني ولعها صناني، وبدأت تهتز المدرجات. 26 دقيقة والفرحة بدأت تظهر في عيون برانكو. ولعها صناني، ولعها محمد. قلت الشوط الأول أكثر لاعبي فريق الاتحاد حركة، أكثر لاعبي فريق الاتحاد حضور في الشوط الأول، وتوج بالهدف الأول، والفرحة في مدرجات ملعب الحادي عشر من يونيو بطرابلس. ايضا تتغير النتيجة في الدقيقة 27. لا ناحية جوميز، دومانجيز، ستانلي يذهب لتنفيذ الركنية، ممكن ممكن يأتي من الغضنفر، يونس الشيباني، يونس تم لعب الكرة، يلا يا يونس، تعود الكرة ناحية ستانلي، يلعبها ناحية رواني، يلا يا سالم، يلا يا سالم، يلا يا سالم، أوه ستانلي تم لعب الكرة في الجهة اليمنى ناحية وليد، يوهان يلعب الكرة بالعرض ولكن تعود سالم الرواني، سدد الكرة، التقطها حارسة، سددها ولكن كان في المكان المناسب حارس المرمى جوكيم، لاحظ تدخل المدافع صنان، تدخل المولدي، كان بإمكانه يلعب الكرة من اللمسة الأولى، كرة تغادر أرض الملعب، رمية جانبية لمصلحة فريق أول غطس الأنغولي، تم لعب الكرة الأمام، دخل يونس، ستانلي، خطروشي، رواني، ويتدخل المدافع ويلعب الكرة، هشام شعبان، ستانلي، شيباني، يونس، يلعب الكرة ناحية رواني، أول غصة الأنغولي. حكم اللقاء يشير الى وجود الخطا، كان تدخل من اللاعب ستانلي لاعب فريق الاتحاد، لاعب رقم 19،
تم لعب الكره بسرعه. هذا التدخل من ستانلي. دائما لقاءات الفريقين عبود معاد عبود ستانلي باتجاه محمد. بعد لعب 21 مباراه فاز في خمسه وخسر 11 مباراه وتعادل في خمس مباريات. الكره متابعه من قبل محسن بارا ويوهان يسدد الكره بعيده. تسديده جميله من يوهان جيس. كانت متابعه من قبل يونس الشيباني معاد ستانلي هشام شعبان للخلف ستانلي رونالد ستانلي رياض اللافي ستانلي من جديد. مازال فريق الاتحاد يحاول تهدئة. جاءت اهداف مباراة الذهاب عن طريق رولة لمن هشام تعود من محمد الفتوري. المولد يبعد الكرة بضربة سيارة جانبية لتعود من جديد محمد رزقي. لعب البحث الفتوسي محمد رزقي والفباري من غينيا. والكرة تعود مقطوعة لصلاح تعود ستانلي كوليبالي هناك خطأ ضد مادة الفتوري. خطأ ضد مادة الفتوري تتعب كرة بشكل سريع ولكن مقطوعة. رونالد ستانلي رونالد من جديد. رونالد يوهان لينجي يلعب كرة بدون تركيز. كرة عالية محمد رزقي يرتكب خطأ. محمد رزقي يتعصب فريق وخطأ لصالح فريق الاتحاد. يحاول اللاعبين أمامكم الجماهير الحاضرة والمؤازرة لفريق الاتحاد في ملعب 11 مليون بتلبس في هذا المساء. هشام شعبان وتعود الكره ليوسف الشيباني. المولي ستانلي كره باتجاه رياض اللافي ولكن تعود مقطوعه يوسف. وفريق الاتحاد حصل على خدمه هذا اللاعب يوسف عيسى. رونالد رياض اللافي لرونالد من جديد. هشام شعبان خليك ستانلي غير اتجاه لعب داخل منطقه الجزاء. يوسف الشيباني غير لعب داخل منطقه الجزاء ولكن تعود والتسديد زعبي ستانلي. يوهان مينجي والكره تطول ولكن متابعة من زعبية. هشام يلعب الكرة باتجاه ستانلي ولكن تعود محمد رزقي. مباريات عدد الأهداف المسجلة إلى حد الآن 448 هدف قبل هذا اللقاء. دخل تكتيك اللاعبين يحاول عليه استبدال مبكر. بيت ملعب جانبية تتنفذ جانبية بشكل سريع. ستانلي هشام شعبان ستانلي من جديد. ستانلي مراوغة جميلة ويلعب كرة تخمينية وانريكي التسديد والكرة تصمد. رونالد ستانلي من جديد يتقدم خطا لصالح من مسابقة الجماهيرية وتعتبر هي الأسبوع السابع في مرحلة الإياب. إذا خطأ لصالح فريق الاتحاد. هشام شعبان هناك محمد صلاني وكذلك أحمد زوي يقومون بعملية الإحماء خارج أرضية الملعب. ستانلي في التنفيذ وهناك ترقب من قبل سالم رواني الحافظ منطقة الجزاء. ستانلي ينفذ يلعب كرة عالية وخالد رعيدي يخرج للكرة بكل هدوء وهناك راية مرفوعة وتسلل تتنفذ بشكل سريع. رعيد جيمس الفباري يوسف عيسى ويوهان لينجي. لاحظوا يوهان لينجي ارتكاك الكرة وترك الكرة لوليد الخطروش بكل هدوء وبكل خبرة من أفضل السنين. رواني لعب الكرة بشكل جميل. ستانلي يحاول التقدم هناك متابعة من يوسف عيسى وستانلي داخل منطقة الجزاء يدخل داخل المنطقة ولعب الكرة داخل لقطات الإعادة. المراوغة كانت ممتازة من قبل ستانلي ولعب الكرة بالعرض والتسديد لم يكن بالشكل المطلوب من قبل وليد خطروش. والمتابعة كانت متأخرة من قبل كوليبالي. جانبية لصالح فريق الاتحاد. أمامنا أسامة فتحي لاعب فريق التحدي مريد يبقى في مصاف الدوري الأضواء الدرجة الأولى رغم أن فريق التحدي تعب كثيرا الموسم الماضي وهذا موسم نجد الفريق مازال يعاني ولكن في موقف أقل حرجا من الموسم الماضي عندما انتظر إلى اللقاء الأخير عندما فاز فريق النصر على فريق رفيق وهبط في بداية فريق رفيق وبقى فريق التحدي. دا
الدرس لم يكن لم يتستفاد منها، استفادوش منها نقولوا، استفادوش من الإدارة صراحة، إدارة فريق التحدي، درس الرياضيين اللي مروا على تاريخ وفريق التحدي. كرة تعود من جديد، سالم رواني، سالم رواني المودي، يونس الشيباني دخل كان من قبل هشام شعبان، إذا ضربة حرة وخطر لصالح فريق التحدي. أبرز إنجاز على صعيد المشاركات، أبرز المشاركات في مشاركة عام 2000 في كأس الكؤوس الأفريقية، أنا وصل فريق الاتحاد إلى الدور نصف نهائي، والمشاركة الماضية بصمة التي لا تنسى في كأس رابطة الأندية الأفريقية. كرة ملعوبة من سامي ولكن تعود من جديد، تعود لصالح الفاباري، الفاباري يلعب كرة طويلة، الفاباري باتجاه ويليام دي سوزا، وهناك متابعة، تعود في الجهة اليسرى معاد عبود، نسق اللعب انخفض كثيرا من لصالح فريق الاتحاد ستانلي، ولكن مقطوعة وهجمة عكسية لصالح فريق التحدي، ولكن إبعاد وتألق من قبل رونالد. كرة ملعوبة في الجهة اليسرى، هشام شعبان، هشام شعبان، ساني حاول الحكم هذا اللقاء.